رحنا بوركينا فاسو 98 والحمد لله يعني خدنا البطولة، وما كانش حد متوقع خالص ان احنا ناخد البطولة اصلا. ف رجعنا خدنا البطولة ورجعنا، ما فيش كملنا بقى، كان الدور الثاني الدوري العام. من دوري يعني. اول مباراة لما رجعت كانت ضد الزمالك في استاد القاهرة، تمام. وجبت هدف، يعني خسرنا 2-1 تقريبا او 3-1، كنت انا اللي جبت الهدف تمام. المنصورة. بعدها السيزون خلص و ومباراة الدور الثاني برضه أمام النادي الأهلي خلصت بتعادل 1-1 وأنت اللي كنت جايبها. وكابر جون، برافو كان في عليك، اللي المنصورة. هو اللي قطمت فيه. اه بالظبط، في بطن رجلك دي في الباك بالظبط، اه فاكرها. في المقص، اه في فاكرها، المقص اه فاكرها. 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 ف لا كان جون حلو قوي. اه فبعدها السنة خلصت، بعدها انتقلت بقى لنادي الزمالك. نقف هنا بقى.